بسم الله الرحمن الرحيم. المواعيد الكبرى والأحداث المفصلية ترتبط بشخصيات كانت السبب الرئيسي، تحول كل حدث عادي إلى استثنائي. ومهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن هو أحد الأعمدة الرئيسية لموسم سباقات الهجن في الدولة ومنطقة الخليج العربي، فهو تجمع تراثي كبير تجتمع فيه نخبة المطايا التي تمثل الملاك من دول مجلس التعاون الخليجي للاحتفال أولا بهذه المكرمة والدعم الكبير وللتنافس على الرموز الغالية والجوائز القيمة. هو مهرجان كبير لأنه يرتبط باسم كبير، سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يدعم كل الرياضات التراثية ليس فقط بالقول والجوائز، وإنما بالممارسة والعشق الذي تغلغل في قلبه وتجسد في أفعاله. فهو فارس لم ولن يتكرر، ومضمر لا يعرف سوى النصر عنوان له، رياضي شامل مثل قدوة لكل شاب وشابة يبحث عن القمة والمجد ولا يرضى سوى بمعانقة السحاب. لا يوجد في قاموسه كلمة مستحيل، فكل صعب عنده سهل وكل عقبة تتكسر بمجرد رؤيته لها. هذا هو فزاع، بل جاء لأنه كان التلميذ النجيب في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي لا ترضى إلا بالرقم 1 ولا تعرف الحدود في الإبداع وخلق الأفكار. فهو منارة الأجيال التي أضاءت العالم، فكان فزاع أفضل من طبق وأبدع ونفذ. وأصبح القناص الماهر والفارس المغوار والمضمر الخبير. وإذا أردنا أن نتحدث عن الرياضات التراثية والمكان التي وصلت لها في الإمارات، يجب أن نبدأ من صاحب الأفكار النيرة الخلاقة التي تهدف إلى دعم التراث ورياضاته بمختلف فئاتها وترسيخ حبها في نفوس شباب الوطن بتنوع أطيافه. فسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تربى في مدرسة الرقم 1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الذي تعشق هجنه طريقها نحو النصر في مختلف المضامير، فلا يرى منافسوها إلا الرمال التي تثيرها من خلفها وهي تسير نحو السيف والرمز والكأس. هو ارتبط المركز الأول باسمه ولازم الناموس مسيرته. هو الصقار الذي أحب الصيد وعشق الصقر، الذي حلق معه فوق هامات السحب ووصل به لما بعد الأفق. سباقات الهجن وأهلها محظوظون بدعم سمو الشيخ حمدان لهم من خلال الجوائز القيمة للفائزين والمشتريات الكبيرة للباقين. أهل الركض في فرحة دائمة بتواجد فزاع بينهم ومعهم، فتحولت أيامهم إلى أعياد لا تنتهي. الدعم والاهتمام لم يتوقف عن مكان ولن يصل للمنتهى، ففي كل موسم يطل علينا سموه بفكرة جديدة هدفها الأول والأخير إيصال الدعم لأهل الهجن. ومهرجان سموه ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات مسلسل الدعم الكبير الذي لا ينتهي. وبفضل هذه المتابعة وصلت السباقات لما هي عليه الآن من تنظيم عالمي ومشاركة قياسية وجوائز خيالية يحسد عليها الملاك والمضمرون. حبه لرياضة سباقات الهجن هو المحرك الأساسي للسباقات، وهو مصدر فخر لكل مشارك أو محب لهذه الرياضة التراثية الهامة التي لم تكن لتصل لما عليه الآن لولا تواجد ودعم سموه المتواصل لها.
من المرموم قبلة عشاق سباقات الهجن، نبدأ رحلتنا نحو مهرجان سمو ولي العهد. هذا المهرجان الذي ينتظره الجميع لعدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب هو راعي هذا المهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وفي أولى حلقاتنا في برنامج الأصايل المواكب لجميع المهرجانات نبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله مع محللين الأفاضل في أولى الحلقات، ونبدأ مع السكون مع الهادئ تماما في أغلب البرامج التي يقدمها غانم بالردة الهادي. رحب بك يا أبو ذيب. الله يرحبك على فضله ويطول عمرك ويسلمك، ومشكورين على هذه الدعوة الكريمة، ونتمنى التوفيق للجميع، ونرحب بأخوان الموجودين جميع. رحبك على فضله، والله يديم الهدوء إن شاء الله لنا ولكم. الوصف دقيق ولا؟ لا أدق من الدقيق بعد. سهيل بطل من أغراب وسلطان، يا مرحبا بك. أنا مسي عليك ومسي على أنا بمسي على أبو سيف أبو سالم أبو مبارك وأخواننا المتابعين والمشاهدين، ونقول لهم أسعد الله مساءكم بكرة. بس أنا بقول لك في وصفك مو بدقة في بذيب. خلا تمشي مو بدقة. أنا والله من وجهة نظري هو أيدني. كيف وجهة نظرك ثاقبة بس خلا نستمر. لا دامنا ثاقب لا بشرك لا عياك شورك. صديقك فناخذ علومكم عقب. سيف مبارك الحبسي، رحبك يا ابو مبارك. مرحبا بك ابو خليفه، مسي عليك بالخير وعلى اخواني المحللين وضيوفنا اللي شرفونا في هذه الحلقه وفي هذا المساء في اول حلقات مهرجان ولي العهد، ابو ذيب ابو سلطان ابو احمد ابو سالم والمشاهدين امام الشاشات، ونقول لهم سعدتوا مساء. كذلك نرحب ملك الترشيحات علي سالم ابو داود. ابو سالم رحبك يا انا. يا مرحبا يا ابو خليفه، مسي عليك ومسي على الشاعر سعيد، وقول مرحبا ومسهلا ابو عسكور، اليوم شرفنا واحنا متشرفين بوجوده، وابو ذيب مرحبا ومسهلا، ابو سلطان وابو مبارك، ونقول مرحبا بالجميع في قناه دبي ريسنج، ونتمنى ان شاء الله ان نقدم الشيء اللي يفيد ملاك الهجن ويفيد هذه الرياضه في ظل الدعم الكبير من قياداتنا الرشيده. اللهم من شاعر القمه المتالق دائما سواء في القصيد او في المشاركات سعيد بن دري الفلاحي. ابو احمد مسيك بالخير. يا مرحبا السار، الله يمسيك بالنور والسرور انت والاخوان الحاضرين والمشاهدين، ونقول ان شاء الله ان نشوف مهرجان مثل ما عهدناه يليق باسم سيدي سمو الشيخ حمدان محمد. وهذا اللي دائما نحن نعرفه عن المهرجان اللي يحمل اسم الشيخ حمدان انه يكون علامه فارقه. نعم، نبدا معك ابو احمد. هذا المهرجان له جمهور كبير والكل ينتظره، ويعتبر نقطة بداية لكثير من المؤشرات سواء من ناحية المشاركين، من ناحية الدعم، كذلك من ناحية مشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ويعتبر أول ملتقى كذلك. والله شوف، إحنا إذا بنتكلم عن المهرجان هذا، فهذا المهرجان مميز بعدة نواحي. أول شيء أنت بتتكلم عن صاحب المهرجان يحمل اسم غالي على قلوب كل الرياضيين، على كل الشباب، هل الهجن تراهم كلهم شباب، حتى القدامى ولا المخضرمين كلهم شباب يعتبرون الهجن. صحيح. شوف، لكن يعني مهرجان مثل مهرجان الشيخ حمدان طال عمرك، مهرجانه مميز أنه يحمل اسمه وأنه يحضره حضور شخصي في الأشواط الرئيسية والأشواط العادية. ما تدري إلا بالشيخ حمدان الجيب الأسود داخل عليك مني، ما تدري إلا طال عمرك أنه يا تشوف يلحق السابق اللي يوشر عليه وينه ومسله، يبرع له بالسيارة، ينزل يسلم عليه. فهذه صفة مش موجودة في باقي المهرجانات. ليش؟ لأن الشيخ حمدان قريب من أصحاب الهجن، قريب كثير. صحيح. حتى هو مسوي قصيدة يعني قال لهم أنا ما بخليكم، وراكم. نعم، وراكم. فهذه يعني الناس تفرح يعني لما تكون أنها بتحصل الميزة هذه اللي موجودة مع الشيخ حمدان الله يحفظه. الشيخ حمدان مهرجانه يعني قريب، يعني هو الرابع والخامس، يعني هذا اللي الحين خامس ثالث مهرجان. الرابع دولة. لا من بدأ الرابع أو الخامس، يعني الرابع هو جديد، يعني النسخة الرابعة 2018 بدأ صح؟ لا الخامس أظني. الخامس. المهرجان يعتبر جديد،
على الناس، لكن يوم تفكر فيه تحسبه أنه خمسة من سنين طافت عليه سنين. صح. ليش؟ من كثر الإثارة فيه. بعدين هو متميز بشيء واحد أكثر. شو هو؟ الوقت، توقيته، الوقت اللي جاي فيه المهرجان هذا، وقت جهوز المطية عند كل حد، اللي ما يصبح حد عنده عذر في أي شيء فيه. وتبى تشوف توقيتاته، وكل سنة نشوف توقيتات في مهرجان الشيخ حمدان. ليش؟ لأنه يجي في وقت الكل الجهاز، يعني الجهات جاية من لمن مجلس التعاون واللي هني، الكل جاهز، الكل محضر ذلوله، ما عاد عنده أي عذر فيه. أفضل وقت، أفضل وقت. لا تلاحظ أنت يعني توصل توقيتات العام، وصل توقيتات يعني أو توقيتات أصحاب السمو الشيوخ. صح. قربت يعني، قربت كثير. ها، فمهرجان هذا نحن نترياه من العام، والناس تريونه. نعم. يعني تريونه، وحي الناس يتوعدون فيه. اي والله، حفل وغي. اي نعم، مثل العرش. الله يوفق ان شاء الله. اللهم امين. بوذيب، مهرجان سمو ولي عهد دبي له جماهيريه كبيره في منطقه الخليج العربي، ليس فقط عندنا في الدوله، وانما لها شعبيه واسعه. هذا مما لا شك فيه. طال عمرك المهرجان يسمو باسم صاحبه الشيخ فجاء الله يطول عمره الرياضي الشامل، وله جمهوره حتى خارج رياضة الهجن. صح. يعني في شتى الهوايات، الناس كلهم محبين للشخص هذا الشيخ الله يطول عمره، شيخ كرم وشيخ جود وشيخ التواضع وشيخ الإنسانية وشيخ الفزعة. فجمهوره أنا أؤكد لك أنه من خارج نطاق رياضة الهجن بعد. يعني كل هالحين فيه لجا مهرجان مثل مهرجان سباقات الهجن، تلقى مشجع للعاصفة، بعضهم ما يعرف الهجن بس. صح. يشجع العاصفة تشجيع سمو الشيخ فزاع، ما هو بغريبة. هو نتمنى إن شاء الله نجاح المهرجان، هو ناجح دام يحمل اسم مثل اسم سمو الشيخ فزاع، فهو أكيد أنه ناجح بكل مقاييسه بإذن الله، ونقول الله يمتعه بالصحة والعافية. اللهم آمين. أبو سلطان، عدنا والعود أحمد، ومهرجان سمو ولي العهد يعود مرة أخرى بطلة جميلة، بمنافسات مثيرة، بتواجد أبرز الشعارات اللي شفناها في المهرجانات السابقة، هذه السنة قدمت مستويات رائعة، أو بتواجد شعارات أصحاب السمو الشيوخ. الحمد لله ونشكر على الأوقات هذا الموسم، عسى الله يخلينا يا ربي معازيبنا بخير وسهالة، صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وأخير صاحب اسمه الشيخ محمد بن راهد، صاحب اسمه الشيخ محمد بن راهد وإخوانهم كلهم، محمد بن زايد وولياء العهود، الله يعطيهم الصحة والعافية وطول العمر. هذه نعمة، وهذا المهرجان يحمل اسم غالي علينا وعلى الناس كلهم، اسم حمدان بن محمد صاحب الكرم صاحب الجود، الله يطول العمر، والناس حابينك كلهم من أفعال اللي يسويها، من أفعال اللي يسويها حابينه الناس. والركض هذا مثل ما تقول يجمع الأسنان كلها، من الحجة للحائل، لأصحاب السمو الشيوخ ولبناء القبائل، فهذا مجتمع بطاح يوم يتلاقن الناس يجتمعون له من كل مكان. والركض وقته مثل ما قال أبو سيف وقت مناسب. هالحين المطية في قمة جهوزها، هالحين بتشوف توقيتات إن شاء الله، الله يخلينا ويخليك السامعين والحاضرين، بتسمع بتشوف توقيتات، بتشوف ركض، وبتشوف إن ركضاً البوش المقصودات، بتشوف توقيتات خيالية، إن هذا البوش هالحين في زمة ركضاً وغمة جهوزهن. هالحين مطية من الركض هذا وساير، ما شيء مطية إلا عاد مطية ضالع بحيث إنها ضلع أو مرض شيء عن الركض. أما مطية اللي يقولها مستعدة مرة من بداية الموسم، أنا أقولها الحين في قمة جهوزها، وعسى الله يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله، وبنشوف إن شاء الله توقيتات، وبنشوف ركض، بنشوف طال عمرك مهرجان متكامل بكل النواحي. أهم شيء هو يوم يكون الركض متكامل من هجن أصحاب السمو الشيوخ وبناء القبائل. صح. هذا الركض يكون متكامل. صحيح. أي نعم. أبو سالم، مهرجان سمو ولي العهد مهما تكلمنا عنه ما نوفي حقه. والله أبو خليفة حن يعني أنا ما زيد على الربع كف ووفه في الكلام. مهرجان وراهد الله يطول عمره مثل ما قال الشاعر يجي في وقت مناسب، وحن شفنا كثير من الحلال اللي انتقلت ملكيته من 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 هذا المهرجان إلى ولي عهد دبي، وأثبتن وجودهن في أشواط الرموز، مش في أشواط العادية، خل أشواط العادية، في أشواط الرموز وخذن كاسات. هذا يدل أن المهرجان يجي في وقت مناسب، حتى المشتريات في هجن العاصفة في هذا المهرجان تلم كمية كبيرة. يمكن قبل عام
اشتروا حول 200 وشيء من حجاج والقايا، وشفنا مشاركتهم في ميدان الوثبة في الختامي يوم اشتركن في الفترة الصباحية، يمكن أكثر المطايل سبقن طلعات من مهرجان ولي العهد. فمهرجان ناجح وقته مناسب، يعني تقدر تأخذ لك السبوق سواء كان اشتراها الشيخ أو التاجر اللي يبغي سبوق بيحصلها في المهرجان هذا. فنقول الله يطول عمره وداعم رئيسي لهذه الرياضة، والله يعطيه الصحة والعافية، ومهرجانه دائم متميز. والشيخ حمدان يعني احنا لو بنتكلم ما نوفي حقه، الله يطول عمره، الله يطول عمره، والله يحفظ دولتنا ويحفظ حكامنا ان شاء الله. بمبارك مهرجان، نحن يمكن في هذا المهرجان اكثر من سنه وتابعناه منذ انطلاقته وسوينا العديد من البرامج، لكن يوم نوصل لمهرجان ولي العهد تختلف الامور تماما، له رونق، له جاذبيه، له اهتمام، له اسماء تاريخية حققت إنجازات وانتزعت أبرز صحيح. الرموز والجماعة وكذلك مع أصحاب السمو الشيوخ. صحيح أبو خليفة، في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أبو راشد الله يطول عمره ما خلى قاصل هل الركض، فتشوف الناس وراعي المطية يعد العدة لهذا المهرجان موسم كامل، فتشوف الاستعداد واستعداد الناس وكل يتوافد لهذا المهرجان من شتى ميادين دول مجلس التعاون للمشاركة، والحرص الشديد للمشاركة في هذا المهرجان يحمل اسم أبو راشد الله يطول عمره، حضوره المشرف الدائم في أرضية الميدان، وأيضا الوقت أيضا المميز، فتشوف كل المطايا توصل لقمة جهوزها للمشاركة في هذا المهرجان. فهذا المهرجان تقدر تسميه بوابة الختاميات، بعد هذا المهرجان ندخل في الختاميات، وأيضا أول لقاء لهيجن أصحاب السمو الشيوخ على أرضية ميادين الدولة، ومثل المهرجان مثل هذا المهرجان مهرجان ولي العهد الله يطول عمر أبو راشد، فتشوف الاستعداد وقمة جهوز المطية والتوقيت المميز والإقبال للختاميات بعد هذا المهرجان إن شاء الله، فتشوف الحلال والنوعيات المميزة اللي توصل تحضر في هذا المهرجان، التوقيت المميزة الحاضرة، فنخبة الحلال والكل يعد العدة والكل يحرص الحرص الشديد للمشاركة في هذا المهرجان مهرجان أبو راشد الله يطول عمره. شفنا النجاح الباهر في المواسم الماضية، وهذا الموسم أيضا من بدايته وقبل انطلاقة هذا المهرجان ناجح بأراء الجميع. نعم، تكثر الرموز تصل إلى 20 رمزا، تكثر كذلك الأشواط سواء أشواط السيارات أو الأشواط النقدية في هذا المهرجان الذي يعتبر أحد المهرجانات المستهدفة لجميع الشعارات، شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ وكذلك هجن أبناء القبائل. في كل موسم هناك مواعيد كبرى وأحداث هامة يضع الملاك أعينهم عليها لعدة أسباب، أولها الاسم الذي يرتبط به الحدث، وثانيها الرموز التي ستكتب في سجلاتهم، وثالثها الجوائز القيمة التي تنتظرهم عند خط نهاية. أحد أهم هذه الأحداث مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الذي ينطلق غدا وسط مشاركة قياسية من ملاك أتعبهم الانتظار لقدومه عاما بعد عام. مئات الأشواط تنافسوا فيها أبناء القبائل على 20 رمزا، وعشرات الملايين من الجوائز النقدية التي خصصت للمهرجان، بالإضافة لمنافسة خاصة بين هجن أصحاب السمو والشيوخ. وإن غابت الرموز ولكن يبقى التحدي حاضرا والصراع قويا بين الشعارات التي لا ترضى إلا بالنصر. غدا سيتزين ميدان المرموم بأفضل المطايا من أنقى السلالات للتنافس على الرموز الغالية والجوائز المالية الكبيرة، وسيعيش الملاك والمضمرين عيدا خاصا بهم سيستمر حتى 19 من الشهر الحالي موعد ختام المهرجان. هذا المهرجان هو حلقة جديدة من حلقات الدعم الكبير واللا محدود من أصحاب السمو الشيوخ لرياضة سباقات الهجن، وبالخصوص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الذي خصص هذا الملتقى لعشقه الكبير لرياضة سباقات الهجن، وكعرس تراثي كبير يلتقي فيه الملاك على الفرحة. فالناموس هنا هو أكبر من مجرد سباق ونصر وفوز، هو تجمع ومشاركة بمهرجان يحمل اسما غاليا وله مكانة خاصة ليس فقط لملاك الهجن
بل لكل إنسان محب للحياة يعشق التحدي وقهر المستحيل. كل إنسان له وجهة نظر أو له نقطة في هذا المهرجان، هو يمكن معيب بها، يقول هذا المهرجان أنا بالنسبة لي يعتبر أحد المهرجانات الأولى في الموسم لأنه لسبب معين. بالنسبة لي أنا كعصام أقول بالنسبة لي هذا المهرجان يعتبر أول ملتقى لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيخ، لهذا من المهرجانات المحببة إلى قلبي كثيرا. باخذ رأي المحللين. أبو أحمد، أول ملتقى لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ونحن نعرف هجن الرئاسة لها جماهيرية، العاصفة لها جماهيرية، شحانية لها جماهيرية، ند الشبة لها جماهيرية، زعبيل، هجن الضابي، كل المؤسسات لها جماهيرية. شوف شو توقعاتك، شو اللي راح يصير في أول ملتقى؟ أنا بقول لك شيء، نحن بالنسبة للملتقيات هجن أصحاب السمو الشيوخ نحن نتمناها دائمة، ما نتمناها يعني في بعض المهرجانات. التقوا تراهم قبل كم يوم في مهرجان المؤسس، لكن نحن ما نعتبرها ملتقيات هذه إلا إذا حطوا رموز لهم. أنا أطالب بالرموز دائما تكون ل يعني نحن نقول الرموز في الثلاث ختاميات الرئيسية. ما عليه، حط رموز، مش لازم رموز تحط سيوف، أنت تحط رموز تحمل مسميات المهرجانات اللي بس. لكن كثرة الرموز ما لها معنى أبو أحمد. لا لا، بتحط لك مثلا 10 مهرجانات، 10 رموز. انت الحين لحظه انت وجهه نظري، انت الحين وجهه نظرك، انت قلت كل واحد بيقول وجهه نظره قبل. نعم. ولما بديت وجهه نظرك وانا قلت وجهه نظري رديت تعارضني. نعم. انت لا تعارضني، انت ايد وجهه نظرك. ايه. وانا هذا راي اطرحه وانا اطالب فيه، وهذا كان موجود. نعم. في مهرجان الشيخ حمدان. نعم. الاول والثاني كان موجود. نعم. يعني احنا ما طالبنا بشيء ما كان موجود، احنا طالبنا بشيء كان موجود ونبغيه ولازلنا نبغيه. اذا هذا تم الغائه لاسباب اذا كان موجود والغوه. لا معلش تراه اللي بعد انت تلغي وتسوي وترد، وفي كل قرارات وايده ترى مستويه والتغت وردت مثل ما كانت. نحن لما نطالب برموز الشيوخ، ترى وجود رمز الشيوخ معناته في اثاره للشيوخ، اثاره للشيوخ معناته في مردود ايجابي كبير للمواطن وراعي الهجن اللي ياكل من المؤسسة نفسها. يعني أنت تبار رموز عشان المردود للمواطن. أكيد الشيوخ تراهم في البداية مش عشان الإثارة في الأشواب. لا، الإثارة أنت تربط، أنت تربط. طيب المردود للمواطن في كثرة الرموز ولا في محدودية الرموز؟ لا، في كثرة الرموز. أنت إذا سويت رموز للشيوخ يا أخي، هذا تراهم من السنة لين سنة، تقول أنت بتأخرني لين مركاض الأخير اللي ختامي في سيف الإمارات، ولا في مركاض الأمير في قطار، ولا ختامي الوثبة. يا أخي ليش؟ ترى المؤسسات تشتري مليارات عشان تلاقى ثلاث مرات. ترى من حين ما قصروا فينا، سوينا 9 مهرجانات على مستوى مجلس التعاون وتلاقون في 3. لا، نحن نبغي الشيوخ مثل لما الحماس عندنا والحفوز يجيهم بعدهم. طيب هذا بوذيب، شو رأيك؟ أنا أحترم وجهة نظره لكني أختلف معها كليا. أول شيء أصحاب السمو، الحمد لله أن أنا ثرت أصحاب السمو. هو اختلاف وجهة نظر نفس الدود قضية، يعني انشرت معي وخليتني بروحي. عطني رايك انا الحين الود لا يفسد، هذه امور ثانيه، نحن كنا اخوان وهذه امور ثانيه. تجيبها كذا انا عاشب ما اطلع. لا عطني وجهه نظرك. انا بقول لك شغله، التقاء مؤسسات هجن اصحاب هم اول شيء داعمين لهذه الرياضه، مؤسسات داعمين لهذه الرياضه، لابناء هذه الرياضه من العاميه، سواء من دولتهم او من غير دولتهم، المشترى حامي. صح. لكن انا هالحين طال عمرك لا صار الختامي هو الرمز. انا يا المؤسسه ما نبقى قاعده، المؤسسه هذه بتلم وبتشتري لان ما عندها الا وقعه واحده، ختامي ما عاد فيه غيرها شيء، صح ولا لا؟ وندري حنا بغض النظر ان كل مؤسسه تبي تحتمي رموز ميدانها، ما تبي يطلع منها الا القليل، بقدر ما تبغي بتحافظ عليه. فهي في طول هذه المسافه راح تكون كثافه المشترى مثل ما احنا شايفينها الحين، المشترى حامي، كل شيء حامي. لكن لا صار طال عمرك رمز في مهرجان ولي العهد، ورمز في مهرجان المؤسس،
وسبقت المؤسسة هذه وجابت عندها بكرة واحدة في سن الجذاع ولا بكرة في سن اللقايا، قفلت وصارت قمة في شوطها. على ما قال صح صار راعي القمة، صارت قمة في شوطها بقل المشترى، لأن المشترى هذه بكرة أبو داود جابت مثلا تيم أتيام الشعب مثل أتيام الشيوخ، يمكن تجيب تيم أثقل من أتيام الشيوخ بعشر دقائق بسبع ثواني، بيقول هذه ما تدي لي غرض، أنا عندي اللي أفضل منها كاسر تيمها، صح ولا لا؟ صحيح. هذه نقطة لا 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 لو بغينا نجامل بنقولها، لا 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 لكن الصحيح هو الصحيح. لا 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 صار ما عنده، لا صار دقيقة لا صار ما عنده، خلوا يكمل يا اخواني، لا صار ما عنده، لا صار مؤسسة هجن الرئاسة، خلوا يكمل يا اخواني، مؤسسة هجن الرئاسة عندها ختام الوهبة بتخم وبتلم، مؤسسة هجن الشحانية بتخم وتلم، لا خله يبرز ظهوره، انت اللي يشتري ولا العين الثاقبه، خله يشتري صح. لحظة. لكن لا صار في المهرجان المؤسس كفخت على الرموز ذي بيخف نسبه المشترى، لا يخف نسبه المشترى، لحظة بيخف عند من؟ عند المؤسسه نفسها اللي بتاخذ، المؤسستين هذول هم اللي بيشتروا، لا اذا خفت المؤسسه ما تخف، ما تخف تزيد المؤسسه السابقه تحافظ، بتزيد دقيقه بتزيد وتيرتها في السن، اسمع بتزيد وتيرتها في السن وبتخف في سن ثاني. طيب نحن المؤسسه اللي سابقه تاكد انها بتدعم صفه اكثر عشان تحافظ على السبق، والمؤسسه المسبوقه بتدعم سبقها صفه اكثر عشان تلحق هذا، صحيح. لا اذا بترجع، اما انت تنظر من زاويه وثانيه، زاويه واحده، لا ابو خليفه انا عندي كلام بالدرج، بندري كلامه صح الحين المؤسسه، لا قول كلامه ايدا، لا تقول صح احنا غلط، لا تقول صح، انت كلامك ما بصح في جل مشاركات، لا الحين صحح بندري وتخطي ابو ذيب، صحح بندري ليش نقطه ابو ذيب ونعم بياض الوجه، لكن الحين المؤسسه يوم ما تشتري مؤسسه طعمك عندها اكثر من مطيه، في الاذاع يمكن عندهم 100 مطيه، كل مؤسسه اقل مؤسسه عندها 100 ولا 200 او 300 مطيه، فشو المانع انها تركض بعض من الصف الاولي او الادنى منه في رموز مثل مهرجان ولي عهد دبي او مهرجان المؤسس؟ والله يا شعبي اقول لك ابو داود، والله يا شعبي اني اقعد بذليل، والله يا شعبي ما يقعد من 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 ميدان لميدان، والله يا شعبي، والله يا شعبي انهم يلمون عند لم في صالحه حلقه، شفت الليله الشرق بحث راقد الشعبي، شفت شرب وحاقد خربت تنكر النثريه الليله، ترك بحث وها ترى كلن صح، قلت منك عنه من وين مشرايه؟ أمس مشاريع. إيه مركز العادي. مركز تو مرة تركب. إيه نعم. لا أنا أقول ركب إرشاب الشيوخ في مصلحة إرشاب البدو. ويا أبو أحمد. وبني وياه وقبر. ركب إرشاب الشيوخ في مصلحة البدو. طيب. خلنا نكمل. طيب كمل. أنت خدمت قلت ويا خلاص عرفنا الرأي. خلنا نكمل الرمش. طيب. خلي قلت نظرة ترى. ما يصير واحد يقول تنظر وتعاطف. ترى كنت عاطف. ركب الشيوخ والرموز الأول الله يرحمه الشيخ زايد سوي لنا رمز. الرموز في الكبرى ومن هناك رشح لعبة الكاس، الرمز في صالح الرشاب واختبار الرشاب وعدا لادمي اللي يشوف عنده مطية ما تقدر بياخذ وبيزود عمره، اختبار تعرف مطيتك شيء، انت اذا كنت تكون الصف الثاني وعندك اسبق عنه اذا اخذت الرمز ولا نافست عليه فانت اصبحت هاي الباجيات ما عاد كم مشتري، ما عاد كم مشتري، لا لا ما عاد كم مشتري، لا خذ الصف الثاني، لا خذ الصف الثاني، قلت الصف الاول مليون ما عاد شريت، لا ما عاد شريت، ترى المؤسسات مو بمواطنين يشتري ناقه ويبند، لا لا المؤسسات تشتري من في المقيض من الطائف لين اختار الاختار الاخير، لا 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 الحين انت تحكم على منظور شخصي، لا تقيس على نفسك، لا شوف انا ما هو بلا كذا الحين الحين في مشترى ولا ما في مشترى؟ في مشترى. المشترى حامي. لا والرموز لا. ما فيه رموز. لا. والمشترى الواقع يا أخي. هو قال لك حامي. الواقع لا حامي حامي زين حامي. زين حامي زين لا حامي. متوسط المشترى. لا مو متوسط. متوسط. الرمز يجمع البوش. يجمع الرباعة وتظهر فيه السبوك. هحلو لو أول ما كان إشارة حمدان الحين فيها رمزين، رمز البكار ورمز الجعدان، وهذا اللي نطالب فيه. حجي وش أحط لك رمز وشيله؟ اكيد انه رمز الكارل، لو المشترى حامي ما روحت ناقتي معه وسبقتهم اللي ها
مرة من النهاية بعطيك هذا 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 ما روحت ناقة لا نجتمع كلنا سبق منا واحد لا ما لا 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 مهم مقياس مهم مقياس لا 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 هو قال ناقة الجماعة ما بتجي مثل ناقة الشيوخ مساعة قبل ناقة اللي مع سبقت هذه سبقتهم وهذا ثاني مخذت اللي مع من مخذت كل قا كل قا كل قا عدا لها شواهد كل قا عدا لها شواهد مخذت من اللي مع كل اللي عند الشيوخ سبق من مخذت عدا لها شواهد من مأخوذات بس ليش بوش الجماعة بوش الجماعة بوش الجماعة لا 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 بغيت أشوف بوش الجماعة هي اشترى خلوا الختاميات هي الرموز لا علشان يخمون يلمون ما عاد يخلي شيء ورا ظهره ترامي يخمون يلمون لا لا إذا مثل ما هو حاصل الحين التسعير الحين الرئاسة تشل 12 مطية الشحنية تشل كل نشل الحين لا كل من على الرمز يعني رمز طيب طيب يا اخوان باقي وجهة نظر مبارك بس نسمع وجهة نظر مبارك يرد على رد على ايش وجهة نظرك انا ايد كلام ابو احمد كلام ابو احمد صحيح نؤيد كلام ابو احمد الكل صحيح لا لا الكل صحيح حساك حساك الكل صحيح فطال عمرك نؤيد وجهة نظر ابو احمد فطال عمرك لما تكون الرموز محطوطة كل مؤسسة بتشارك اللي طال عمرك يصنفونه وهي مصنف للرموز او الدفعة الثانية فطال عمرك اذا صار الاخفاق في مؤسسة من المؤسسات بتخم اللي ما اشترت المؤسسة المستضيفة في الميدان اللي ما اشتروها بتنتقل للمؤسسة اللي طال عمرك اخفقت في المهرجان طيب. فطال عمرك بتكون بتلحق الجماعة منها خير اذا حطت الرموز هذه وكانت الرموز حاضرة في مهرجان ولي العهد فتأكد تمام التأكيد ان نسبة المشتريات بترتفع طيب. نعم. طيب. أنا استنتجت من كلامكم استنتاج الأول أن الجماعة كلهم اتفقوا على رأي أبو أحمد يعني ضدك بذي والله هذا وجد ظلم والجمهور احترمها احترمها ولا الجمهور يتابع أنا بقول شغلة هذا أول المعركة هذا يعتبر معترك تنافس الهجن نشبه بالمعركة فيه خاسر وفيه رابح مهما تكون الحالة أنا لقدني بروح صوب معترك ما عادني مخلي وراي ذخيرة بجيب هجني السباق صح ولا لا صحيح وبنتقي للهجن السباق هذا إذا المحطة إذا حلو حلو أتكلم بوصف أتكلم بوصف أتكلم بوصف لا زي زي كده أتكلم بوصف زين ما عاد مخلين المشترى بيكون اقوى في الختاميات لا صار المهرجان اما كل ما كل كل مهرجان ختاميه كل مهرجان بيحطوا الرموز لاصحاب السمو انا ما ايدها يا ابو ذيب ابو ذيب سؤال ابو ذيب اذا انت جبت كل الذخيره عندك وشاركت في ولي العهد والحلال ما اعطى مثلا اذا رموز ولي العهد وشاركت طال عمرك بحلالك وما اعطاك حلالك بما انت كنت تتوقع وتصور ان حلالك بياخذ رموز فاخفق حلالك او شفته ما ظهر بالمستوى ما بتشتري او ما على حسب تقييمك هل بتشتري من حلال بدو انا بقول لك شغله نعم. اذا فيه مهرجان ولي العهد في مهرجان مثلا نحكي عن مهرجان الشحانيه اللي هي المؤسس وفي الامير الوالد وفي الختام أنت تهجأ أن كل مؤسسة أنها بتقط كروتها في ختام في المؤسس وفي الأمير الوالد أكيد. صحيح الكلام هذا هذه مؤسسة عندها ستاف كبير صحيح عينتها الطيبة شوف أنت قلت كل العينة النادرة العينة النادرة تنخرها للختامي ما راح تشوفها في بوذيب أنا عندي بس مداخلة بس أنت إذا أنت صاحب مؤسسة طيب وقعدت تتريى لأن الختاميات الثلاثة ولما استوت المشاركه بينك عند المؤسسات اخفقت هل عندك الفرصه اللي تلقى السبوق تشتريها عشان تلحق بيض الله وجهك على السؤال هل عندك دقيقة. هل عندك انت تقول ما عندك فرصه ثمان مهرجانات طيب خليني ارد عليك انت تقول ما عندك فرصه صح ولا لا ما عندي فرصه الختامي فانا اتاكد ان ما عندي فرصه الضربه هذه انا لازم اكون اوجهها ضربه قاضيه صح ولا لا بخم وبلم تخمم هذا اللي خلص اللي سبقوك لحظه انا اسالك هذا اللي سبقوك الحين في الختام قلت خذوها للسبق خليتك بقايا انت تحكي عن النتيجه لا 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 شوف انا خم لم قبلها انت لا ما ضبطت زين سبق نحن نعطيك مثال انك سبق يعني انت الحين المؤسسات تشرى يعني الحين بيعطوك يعطيك الختام هو ما يبغي الحين لا لا شوف انت تحكي عن النتيجه انت تحكي عن النتيجه الحين انت تسبق لحظه راي الناس انت قدمت الخساره قبل هل فكر عرضها على الناس انت عرضناها يوم خابر ولا حد رد على كلهم خابر ما حد معه كلها رد عليها شوف اسمع
أنا بقول لك يا أبو أحمد الحين أنت ما عندك إلا معركة أخيرة صح ولا لا؟ أنت ما تبغى تم نهارك كله وأنت قابض النيديك كذا متكتف. تشتري بتجهز لها. من وين أشتري؟ تشتري من السكون، تشتري من العامية. من العامية. أي بتشتري. إذا أنا أشتري اسمعني. أنا إذا أنا بتريا لين الختامي زين إذا أنا غابط هنا الحين ما استوت مشاركة بيني وبين المؤسسات وأنا غابط. ما خلاص. يوميات المشاركة. موجودة المشاركة. لا لحظة لما جيت. اسمعني خلني أخبرك لما جيت انصدمت. أنا جبت حلال وغابط حلالي هذا وانصدمت صدمة كبيرة وانسبقت وطلعت من الرقوم. هذيل اللي سبقوني تأكد إنهم اللي لموهن من مهرجانات الحين خليت لي شيء. انت اذا خليت اذا اجتمعوا قبل اذا اجتمعوا قبل انا عرفت نقاط ضعفي وين معك فرصه في, فغ... في في عندي مثلا في سن معين او في او في اسنان صح. اشتريت وجهزت لحظه انا ويمكن اشارك معاك في المهرجان بالصف الثاني عشان اجيس نبض حلالك وهذا اللي كان يستوي قبل هذا اللي كان يستوي قبل ترى وكان السوق مولع من شهر 7 لشهر 4 على 7 و6 و5 وانتم خابرين هذا الشيء وتعرفونه نعم. اما اني التقي اخر 3 سنين اخر 3 مراكب تسمع انا ما ادري بتحميلي كيف انا بحمل من مكان لمكان وهذا ولا هذا اللي جايني من ناحيه الشارع ما هذا مبرر لا هذا مو لا مبرر انت لا تحكي عن النتيجه قبل 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 الواقع انت الركب كيف بدون نتيجه الحين يشترون دقيقه يشترون والنتيجه بعضهم يشترون انت يشترون والنتيجه صفر يا بودي انت تورطت في تصريح لا ما تورط لا مكابر الحين مكابر وقابل انت لك حق انك تعطيني وجهه نظرك لكن انا ما تورطت انا كلامي صحيح يا ريال خالص تعبير شو لا زلت عند كلامي انا ترى كلامي هذا قايل له قبل شهر لو اني متورط مثل ما قلت لا تكابر لا ما تكابر ما هيدك تكابر ما هيدك تكابر يا ولدي وابشرك معي ناس ما يدين كلامي بوسيف بوليد خان التعبير طيب انت تصيبها خان التعبير انت شوف انت قلت ما سعد مثل عوان اذكر وانت اذكر ما يمديك انت قدك كبير في السن شوي لكن عاد لكن ان شاء الله شغاله قلت سوها في الهاشتاج وسوها في الهاشتاج وايدوا الناس كلامي ما ايدوا كلامي بمثل ايد كلام حقك انت لانك انت موجود عشان يرضيك لا بمثل علي ايد كلامي لا تويتر موجود يا اخواني حطوا لنا هاشتاج برنامج المصاري اللي بيشاركنا في تويتر هذا الموضوع لكن بوذيب وصيناهم كانا لا حد يصير معنا لا شوف الهاشتاج خليني بقول لك شغله الهاشتاج حطوه عندنا في برنامج الرئيس كان موجود الهاشتاج وقال وطلب من الاخ المسيح بالخير مثل سعد مثلع حطه في الهاشتاج ولا حد وافق بالسلطه بمثل الحين المشترى على تويتر يا اخوان هاشتاج على تويتر شو اللي يوقف المشترى شغال الحين مشترى شغال شلون تقول لي مو شغال هالحين المشترى متوقف طيب. المؤسسات ما تشتري شو الرمز اللي يقدر تشتري الشحانيه تشتري الرياسه تشتري طيب يا اخوان وش عاد انتم تبغون حتى القرايس يشترونها منكم ياخذون على 8 لا 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 رد حاسد ترى لا رد حسد لا والله مو حسد لكن انتم طماعين يا اخي بالي منفذ والله طماعين الريال شوف ما حصل منه يا سلطان الريال الحين مكابر ترى لا والله يعرف انه على حق بس اليوم كابر انا اعرف انت لك الحريه تقول اللي تقول لك الحريه طيب بس بوذيب بس انت ممكن استعجلت في تصريحك انا مستعجل قبل شهر انا قايل الكلام يعني هذا انت من قبل شهر مستعجل لا ما استعجلت خلنا نتكلم بالواقعيه ما في شيء بعض اللي يشترون وانا صادق والكلام هذا راح يكون وراح يشوفونه بعضهم بيقول وبيشرف خاشمه ما شروا مني تيمه اثقل من تيمهم وتأكد لقدهم كاسرين التيم اللي تيمها أثقل من تيم مطياتهم هم راح يشترون هالشيوخ بيقولون ذي ما تدي لنا غرض صار لي جايبتين 8 و55 وذي جايبتين 9 و5 ولا 9 و10 بيعودون يشترونها وش دخل رموز لا ما تسبقها والله ان شاء الله والله ان شاء الله وحده ما شروا الثانيه والله ان شاء الله والله يراعيها اني اقعد يدور من دوله لدوله
اخباره. طيب 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 يا اخواني يا اخواني النقطه الثانيه هذا يبغى المخرج الحين خلاص. والله لا انت شوف شوف لا 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 شوف شوف انا اعطيك حريه انك تعبر عن رايك لكن ما تقول يجيب المخرج. انا مخرجي عندي ومدخالي عندي. انا 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 عارف كلامي. تقول والله خانه التعبير هذه مصطلحات ما تمشي لا لا ما توفقكم. طيب خلي خلي في نقطه في نقطه لصالحك. في السابق كانت في مهرجانات وملتقى اكثر من 3 ملتقيات لاصحاب السمو الشيوخ. ليش الحين 3 فقط؟ عطني جواب. هذه نظرة الشيوخ يا حبيبي. ليش 3 فقط؟ ليش 3 فقط ملتقيات الرموز؟ انت شوف هذه خلينا نتساءل. هذا راي هذا راي بقالهم. احنا شوف احنا ما نتدخل احنا نطلب. اما هذه اراء حلالهم كل ينظر منظور ثاني. انا الحين مثل ما قال قبل شوي كل يبغى يحمي رئيسه. الرئيس انت ما تحميه، انت تدعي الناس تركض انت وحظك، لانك انت اذا سبقت وتراك بتيهم بعد 2 أسابيع بتسبقهم. ايه بتسبقهم ولا سبقوك. الحين انا طرحت نقطه. انا قلت لما سالتني انت قلت لك انا اطالب وهم شورهم عندهم. نحن نطالب لك ان نحن ما نامر، نحن نطلب ان نبغي اثاره اكثر. صدقني لانك انت بتعرف مستويات حلالك، انت بتعرف نقاط وين الاخفاق عندك، وين الضعف عندك. بتغطي يوم العصر يوم يركبون اليوم الشيوخ مسبوقين ردوا على مركاض امس شو اللي وين نازل عندهم واشتروا هذاك اللي كلها النقص اللي عنده اشتراه وكمل به في عزبته. عرفت كيف؟ انا الحين عندي مصدر قوه في سن معين ادعمه، ما اكل عليه، لا ادعم صفوف الصف هذا وسيله وزيده لاني عشان احكم القبضه اكثر عليك. هذه تسمى استنزاف الجيوب. الجيوب شيوخ هذول عليهم. لا شوف انا بقول دقيقه. انا اذا اخفقت في ختامي مثلا قطر، انا يا مؤسسه هجن العاصمه ولا هجن الرئاسه ولا هجن الشحانيه، عندي ختامي بعوض فيه. ما عاد هم مقنعك تعويضي في ختامي دبي، في ختامي الوثبه. يا اخي ترى المجال مفتوح والمشترى موجود. وش معوض؟ بوش اللي ما عليه تم عندهم خلاص يعني ما عاد يعني ما عاد تم الجرايف ما عاد تم الجرايف. لا باقي السباق موجود. وسالم تفضل. عصام شيخ حمدان قبل كم سنه هني اركضوا وسوى تسعيره للقايه ويحيدون هالربع، خذ انتباه من عند عابر واشتراها وبسنته خذت رمز الشحاني. نعم صحيح رمز الشحاني اقوى رمز في الختام اللي هو مفتوح عندهم. خذت هي هذه ما هي بنقطة اختلاف. لا هذه من مشتريات. والرياسة قبل العام خذوا بكرة تسهيل بالدليل سابقة في اللقاية يوم ركضوا لقاياهم وما أعطنا الصورة الطيبة. أمرهم الشيخ سلطان بن حمدان واشتروا اللقاية السابقات ومن ضمنهم بكرة سلطان لهيبي اللي خذت الرمز العام في الشحانية المفتوح. صح. فمثل ما قال سعيد يعني أنت تشتري الرشاب اللي تشوفه انطى عمرك. لا اذكر هني في ختامين هني بكرات اللي اشتراها نسال بن فران الثنتين النادره هم مخلينه عندي ما تراهن ما ياب انت بالشيوخ ما يعني تراكته في بوظبي مني ما ياب انت بالشيوخ كل يوم اشتراها نسال بن فران فرق يمكن 15 ثانيه بينها وبين انت بالشيوخ ورد في بوظبي وسبقنا. هذه تحسب لسال بن فران. لا تحسب للشيوخ عيل ما تحسب لك في رايك انك انت اللي جاب اللي تجيب 15 دقيقه خليني بقول لك شغله. الحين جميع نادره بتركض في الاشواط هنا، جميع نادره بتلقاها موجودة عند الشيوخ. ما أي بشر. نادرة تسبق في الشعب؟ ما بشر. ما في لا ما تسبق. لا والله ما تسبق نادرة وتهمل. في ندى. أي نادرة تسبق ذا الحين في وقتنا الحالي ذا وهو ما فيه رموز. خل ناقة تسبق وتفرض سيطرتها وخلها تقعد عند رعيها. والله ما تقعد. أنتوا تبون وإيش الكلام؟ يعني ما من أهج الكلام تبون هي اللي مضيعها. اللي تامها ثقيل واللي تامها زين واللي تامها شو المانع؟ شو المانع؟ انا ما اقول في مانع. انا ما اقول مانع. هم داعمين لهذا. اسمعني هم داعمين لهذا. لا هم يوم حطوا ختامي هم معودينهم على هذا. دقيقه ابو احمد هم يوم حطوا يوم حطوا ختامي هم شلوا الدعم من الشعب. المؤسسات كلها، انا ما اتحكي عن مؤسسه واحده يعني، اتحكي عن المؤسسات كلها، لا عن الرئاسه ولا العاصمه ولا الشحانيه. هم شلوا الدعم من الشعب ما شروا منه، الدعم شغال والمستر شغال. بعدين يا اخي رونق الرموز وبريقها ولهفه معرفه من اللي بيحصل عليها. هذه في الختامي. اما كل مهرجان ما كثر من شيء سمج. لا ما له بغض النظر عن المستر. انت حط ما والله يسمع. انا للامانه حيرتوني. كثره رموز 3 رموز ولا اكثر؟ انت سرمع على اكثر.
ما اعرف الحين كلام مقنع كلامكم مقنع لحظه لا لا انا اقنع انا لا انا بقنع اذا هذا مقنع وهذا لا مقنع انت في دوامه روح لا 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 ما يستوي هذا مقنع هذا مقنع ما يستوي المقنع واحد انت حتى لو تقول شوف 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 اسمع انت لو تقول انا مقتنع برايي ابو ذيب بيقول انت عادك في دوامتك هو بيقولها كذا لا 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 ما يقول لانه بس مع الاغلبيه بس انا 4-2 في دوامتك ابو خليفه نحل الرد الماضي كان في الكبرى في الماضي كان رموز صحيح. اصحاب اصحاب سمو الشيوخ في اخر يوم كان يحطن رموز اللي من القايل الحوت خنجر نعم في اخر يوم درع الجدران صحيح كانت رموز الكبرى وفي ولي العهد لا هم ما يقصرون هم اللي رجعنا ما يقصرون ما يقصرون لا لا ولا لا دعمهم ولا دعمهم المستمر كان ما حد نحط ايش لا 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 يا ابو ذيب الدعم والمشتريات في كل مرجان بس يقول ابو احمد ان تواجد اصحاب سمو الشيوخ الحمد لله على السلامه يوم رديتوا على راي لا 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 يعني ما اجل اجل ما يدعموكم ما يدعموا بالمشتريات الله يطول اعمارك لحظه لحظه المشترى ما تكلم عن الدعم الدعم انت وش تبغي من رموز الشيوخ خلي انك تدعم انت بيها دعم الشعب هذا ليش تروح ورا الترايلات كذا تعال دغري يا اخوي رغم وش تبى انت خلي ارمس خلي ارمس لا لا خليك ترمس خليك ترمس انا خليك ترمس خلي ارمس رمز الشيوخ يوم بنحط رمز الشيوخ يوم بنحط في صالح البدو صح عودنا صالح البدو هذا هو اقول لك هذا هو ايش اقول عن شنو نطالب في رموز الحين هم لو البدو تحت قاعد تشمعه يا رجل منهم انا ما قلت هم لهم لا الحين اقول لك هذا يزيد يشجع يزيد يا ولد لا توصيهم لا توصي لابو على ولده لا لا نوصي يا ابو ذيب يشترون والله ما يقنعكم مقنع يشترون بالعشر المراكز يشترون مثل ورينا على هالشيء ويشتري ورينا على نوريكم على هذا موجود ما ورينا على ابو خليفه لكن انا اقول لك انكذابه المشترى لا صار في الختاميات اكثر لا خل... لا يا اخوان يا اخوان خلونا ناخذ راي احنا بدينا الموضوع هذا براي بناء حق واحد بيشتري حق مهرجان واحد لا طيب, لا 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 طيب بدينا الموضوع هذا طيب يا اخوان يا اخوان انت ايش انت مهرجان واحد وهي ثلاث مهرجانات يا ريال حق حطيت مهرجان واحد بس حق ختامي يا اخوان يا اخوان ترى ابو ذيب ابو سلطان بوصل يا اخوان ترى المشاهد يبي شويه انتم كلكم ترمسون ما حد بيسمعكم واحد واحد كلام ابو سلطان ابو ذيب دخلنا في موضوع ثاني الرجال يرمس يرمس يبغى مطلع يبغى يظهر من الموضوع ايوه يرمس لصقنا في السيوخ ايوه هو الحين ورطنا عند السيوخ يقول احنا ما نقول لا 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 لحظه لحظه انت تدعم لحظه لحظه ابو خليفه لحظه ابو احمد يقول احنا نتمنى ان نشوف في اشواط انت تفسر كلام ابو احمد لا لا لحظه 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 خل وجهه نظرك لحالك خليني انا اكمل لا 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 خليني اعطيك انا لا انا بوصل لا انا بوصل للمشاهد المعلومه لا المشاهد يسمع انت رسمت انت رسمت غلط ها انت رسمت غلط المعلومه لا لا ما رسمت لا لا غلط انا رسمت حسب كلامكم انا رسمت غلط لحظه لحظه من حسناتي انا اني ما ارسم غلط لا لا رسمت غلط المعلومه اي نعم ما جبت صح لحظه هو يقول ابو احمد يقول ان طعامك يتمنى ان يشوف لي اشواط الشيوخ تكون في رموز بس اشواط الشيوخ اللقايه الاذاعه الثنائي الحول في اشواط رموز باسم المهرجان مو بشرط انه يكون في سيف او باسم صاحب المهرجان بو ذيب دخل في موضوع الدعم وش دخل الدعم في موضوع الرموز تبون دعم الشعب انت المهرجان ما تطالبون بالرموز في المهرجانات الغير الختاميه تبون دعم الشعب صح ولا غلط ودعم الشعب مستمر دعم في منها دعم الشعب موجود ترى العرب يشترون طول عمارهم لكن في اثاره في اشواط الشيوخ يكون في رمز انت دخلت دعم في مركاض في مدري هذا تفسير لا 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 تفسيرك غلط انت الحق على التفسير الدعم الله يطول اعمارهم هذاك لو ما شرموزهم يدعمون من شهر 7 الى 10 7 الى 10 خلاص تعبون انتم يدعمون نبغى رمز شاب الشيوخ يا رجال ترى على اليوم ها احنا نبغى شاب الشيوخ بهذا الرمز ابو سلطان ما عاد على هذه خلاص ابو سلطان طيب شو بلحق عليه طاف قطار هذه لا ما طاف قطار لا طاف قطار هذه حتى الشهر موجودين اللي يبون الاخوان اللي يبون الاخوان اول شيء متعه المشاهد هي نعم متعه طال عمرك الركض متعه الركض وثاني شيء ابو ذيب ابو ذيب فرصه المؤسسه تقيس مطاياها الاخفاق اذا كان الاخفاق الحين هو يقول اخم ولم اذا شفت الاخفاق عندي فانت عندك فرصه مبكره من مهرجان ولي العهد اذا شفت الاخفاق في سن من الاسنان عندك بتشتري اللي ما اشترت المؤسسه المستضيفه بتشتري الثاني بتشتري الثالث بتشتري من كل الاشواط طيب طيب خلوا هذا المحور خلاص اتوقع اكتفاء تكلمتوا فيه بإسهاب
ظهور المؤسسات الثلاث بسلطان الرئيسية. نعم. في مؤسسات أخرى لكن الرئيسية كيف بيك تتوقع ظهورهم في مهرجان ولي العهد؟ والله ظهورهم من المؤسسة طيب. اللي بيكون ظهورها طاغي أكثر عن المؤسسة الأخرى؟ والله ما أتوقع عن مؤسسة الطلاع المؤسسات كلهم. الرئاسة عندهم هجن قوية لسه شو اللي بيشاركوا بمندلة. العاصفة عندها هجن سبة قوية. الشحانية عندها هجن قوية. هجن زعبيل عندها هجن سيح السلام والشيوخ الباجيين. فهل ما أدري الناس لو في رمز بنقول لك الناس بيدخلون فيه صح، لكن هالحين الركض مثل ما تقول مركاب عادي ما بيدخلون بالقوة اللي هي. أما الرمز بيجي بالقوة لو الرمز موجود. صح. الرمز يجي بالقوة. أنت الحين بتدخل في رمز بتدخل بحسن ما عندك أنك تبغى الرمز. كل مؤسس تبغى الرمز منهن فبتدخل يعني بهجن قوية تثير الركض تثير المشاهد المتابع المالك بعدين بيعرف مطيته شو مستواها وين مستواها في الرجاب. انت الحين لو ترك رجابك تروح حمد سلطان خلنا شويه نحدد اكثر بدل ما نتكلم بالعوام. نعم. اكتساح هجن الرئاسه في اول ملتقى لهجن اصحاب السمو الشيخ في الرموز، هل نتوقع في هذا السنه بيكون السيناريو بينعاد اللي شفناه السنه الماضيه في اول ملتقى لهجن اصحاب السمو الشيخ؟ يعلم الله. خلنا نركز شويه في كل مؤسسه. هذا نقول هل بينعاد السيناريو؟ هذا اقول لك اذا صار رموز من المؤشرات اللي موجوده. اذا صارت رموز الحين ما هجن الرئاسه ما شفناها اجتمعت عندنا. بقول لك هجن الرئاسه قويه يعني قوي. يلا هذه احد الاسباب اللي نقول لك نحن نبغى يوم نبغى الرمز مبكره. يوم نبغى الرمز انا ما قاطع السيل، انا مع السيل بالكلام هذا، لكن نحن نقول الملتقى بكرة في مهرجان، يعني في المهرجان هذا ملتقيات أصحاب السمو الشيوخ تراها هي مش الأولى لكن هي الأخيرة اللي قبل الرموز الظروف الأخيرة اللي الحين كلن يبغي يشوف وين هو مصدر خطر عليه. يعني كل مؤسسة هل الأخطر إحنا بتكلم عن الرئاسة مثلا هم بلاحظون هل الأخطر عليهم العاصفة ولا الشحانية والباقيين نفس الشيء. هم بيقولون كل من وين بيعرف في كل سن. طبعا ما في حد عنده في السن الأسنان كلها هو الأقوى. في حد عنده قوة ضاربة مثلا في الشوط السيف مثلا عنده قوة ضاربة لأن عنده نخبة معينة مثلا من سن الحول، أو حد عنده قوة ضاربة مثلا في سن الثنايا أو شيء. بكرة الملتقى بيكون نقطة التنظيم الأخيرة يسمونها التكة الأخيرة. ها قبل وين؟ قبل لا تصير أنت ختام دبي ختام سيف الإمارات. هي. عرفت كيف؟ لأن مركز الأمير الوالد ما في شيوخ. عرفت كيف؟ لكن بكرة بتحط النقاط على الحروف بالنسبة للمؤسسات. حتى شوف يمكن بهدوء يمكن بدهاء يمكن بصمت يمكن أنا أجيب المؤسسة هذه أنا مثلا أتكلم عن مؤسسة الرئاسة مثلا ولا العاص ولا السحاني تجيب الصف الثاني وقيسة أنا عند حلالك. هذه إذا أنا قربت عليك ولا سبقتك بعرف أنا بدخل مطمن في بدخل اليوم في حساباتي بدخل مطمن لأني عرفت أنا وين أحط قوتي. ممكن يكون دخل بعد الخصم بالصف الثاني مش شرط يكون بعد ترى الأسماء معروفة كده ما عدا اللقاية الإذاع والثنايا والحول كلها معروفة. صح كلها معروفة. أبو سالم والله المؤسسات كلها قوية ما في مؤسسة ما بدعمها. الرئاسة العام شفناها اكتساح في الرموز وسيطرت تقريبا على أكثر الأشواط في اللقاية في الإذاع في الثنايا في قطار في الحول. أيضا هجن العاصة العام تميزت في الأشواط السن الكبير في الثنايا وفي الحول. هجن الشحانية العام شفناها لحضور في اللقاية في الجعدان بالخص وفي أشواط بعد الحول المحليات وجعدان في الشحانية. لكن السنة مغاير الجماعة مستعدين لكن كملتقى رئيسي بكرة بنشوفه هني في ميدان المرموم. التوقعات أنه الرئاسة إذا أركضوا كل المضمرين حلالهم بنشوف نخبة. قبل أسبوعين شفنا بعض المضمرين أركضوا لقاية هني عند الرئاسة وكان أداهن جدا ممتاز وقوي والعاصفة كذلك. يعني بنشوف البروفة الأخيرة قبل المهرجان. هجن الشحاني أيضا عندهم هجن إنتاج أم الزبار يعني موجود بكرة بيشارك وهجن يعني ممتازة بعد أظني من الإنتاج كلها إنتاج عندهم بيشوفونها وبيشوفون مستواها لأنهم عارفين هناك بعد مستوى الحلال اللي عندهم. فبكرة يعني مقياس الختامي الأخير.
نعم ابو ذيب، نتوقع ظهور الرئاسه بنفس السيناريو اللي ظهرت في اول رموز او اول ختام السنه الماضيه في الشحانيه، ظهورها كان ظهورها بالقوه الضاربه صح التعبير؟ لا يستغرب في اول ملتقى كرموز نتوقع لا السنه لا نفس السيناريو في اول ملتقى؟ لا 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 يستغرب اذا حضرت هجن الرئاسه، ولا تستغرب اذا حضرت هجن الشحانيه او هجن العاصفه، كلهم عندهم يمتلكون النوعيات الطيبه والنوعيات اللي 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 ما اشتروها الا عادينها لاشواط الرموز. فالحكم صراحه صعب، كثافه المشترى اللي احنا نشوفه من الطائف الى هنا، وحنا نشوف المشترى المؤسسات كلها تشتري، وهذا اختبار لرعاة المشترى في هذه المؤسسات عن نجاحهم او اخفاقهم في المشترى في الختاميات. هذا هو المقياس، النظره الثاقبه. يعني مثل ما يقول، يعني شوف المشتريات تراها تضيف اضافات نعم جديده نعم في العزب، ما يديد انت ما تكون حاسب حساب لها، ما تعرف لان هذه دخلات. انا بقول شغله مثل الحين، انا لو قالوا ان المؤسسه هذه عندها انخفاض في المستوى في سن اللقايه، انا من وجهه نظري انا انك ما تقدر تقول انخفاض مستوى او ارتفاع مستوى في اي مؤسسه دام المشترى شغال، دام المشترى شغال والعجله شغاله زين، فالتعويض في 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 لحظه تقدر تعوض. انت ما تروح تنتج وتضرب، وما هي بانتاج، هي مساله انتاج، لكن بس انت تعزيز صف، يمكن انك تعزيز صفك بناده نادره. عندك انت في الملتقى، في ملتقى اصحاب السمو الشيوخ عندك شهرين، متى بتعوض اذا انت لا لا انا ما اقول لك، انا المشترى من اول الموسم، انا ما اقول لك، انا ما اقول لك لا التعويض، انا ما احكي عن التعويض، انا احكي لك انك كمستوى كمستوى يعني مثل امس مثل الحين بكره لو ركضت هجنة الرئاسة ما شفناها بالحضور المتميز في هجن اللقاية في مستوى اللقاية، شفنا حضور العاصفة ولا حضور الشحانية، مو معناها انك تلغيها من المشهد، لان المؤسسة هذه تشتري يمكن تجيب لها. واكثر المؤسسات الحين حنا السبق واجد، السبق واجد، لكن الجمهور وشو يبحث عنه؟ نوعيه السبق، يعني ابحث عن النوعيه النادره النادره. انا ابغي 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 مثل الجزيره، ابغي مثل اعمار، ابغي مثل نهب، ابغي نوعيه، ابغي مثل خود، مثل ابغي 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 نوعيه. هالحين تدري وش السؤال عليه؟ ابغي مثل عجائب، مثل شنذاره، موجوده هالحين الثنتين ذولي صح ولا لا؟ ابي يبحثون عن النادر. لا لا لا، بس هو يسأل نعم. هو يسأل يقول هل هجن الرئاسة بتكون بنفس القوة العام؟ أكيد. شوف أنا السؤال هذا ما جاوبت عليه لأنه ما سألني إياه. أنا أقول هجن الرئاسة يمكن هي تتميز أكثر عن كل المؤسسات بشيء واحد، أنها متكاملة في كل الأعمار، تملك إذا مثلاً بتحصل شيء من المؤسسات عندها قوة ضاربة في سن معين، ولا في ذا ولا في ثنايا، ولا هجن الرئاسة يمكن تتميز عن كل المؤسسات بشو؟ بأنها تملك القوة الضاربة في كل الأعمار. لا أعمار، في كل الأعمار. صحيح. يعني في المؤسسات الباقية في تفاوت. في تفاوت. ما في كل الأعمار. أنا أختلف معك. ليش؟ هجن الرئاسة. ليش؟ مو في كل. ما أخذت اللقاية والإذاعة والثنايا والحول. دقيقة. لا الحول 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 هالحين العلامة الفارقة عجائب. شنذارة ما عندهم، عندهم مرضية. أمس شوف يا عزيزي، دقيقة أنت تبغي تغطي الشمس، أنت تبغي تغطي الشمس بخمس. لا 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 دقيقة يا أخوي، أنا خلني الشمس خلني ما تغطى بخمس. لا ما تغطى الشمس، الشمس شارقة. أنا ما أحكي لك يا أخي عن اللقاية، ما أحكي. دقيقة خلنا نتكلم، أنا أتكلم عن نتائج وأنت تتكلم عن عواطف. أنا أتكلم عن نتائج. طيب يا أخوان خلنا، لا دقيقة خليك معي، أنا أتكلم عن نتائج. إذا بنتكلم عن نتائج في سن الحول، الرئاسة مو متفوقة في ما أخذت السير في ميدان دبي أمس، أخذتها شنذارة وعجائب صح ولا لا؟ عجائب وشنذارة أخذتها مرضية، والثاني مرضية والثالثة. وين الثاني والثالثة محضرا عندي هنية؟ وين ما جن؟ وين ما جن؟ لا لا في فرق، في فرق. مرضية وسنها، مرضية وسنها، ترى مرضية حايل 2015. انت تكيل امك يا لا لا ما كيل امك يا لين، انا اقول صحيح. لا لا ما كيل امك يا لين، انا كيل صحيح. لا لا ابو خليفة، اذا انت جيت على النتائج كنتائج كميدان،
الرياسة في قطر تميزوا في اللقايا الشواط مفتوحة في اللقايا والإذاع والثنايا وهني وهني خذوا كل شيء مع السيف وهنا تميزوا شو اللقايا تتكلم عن الأناث ولا عن الذكور الأناث يتكلم عن نوعية شوف أنت تقول اللقايا كأنك تعمم لحظة قاعد ما عندهم لحظة خلنا نتكلم لا تستعجل أنا ما استعجل ما برزقي هذا ما برزقي أنا أنت لا تقول اللقايا هذا ما برزقي ولا برزق لك هذه رزق أهلها شفت ابن آدم اللي يحطوا له قرص وياكل هني أنت مثل لا لا أنا ما أكل قرص لي أنت تحدد أنا تقول تميزوا في اللقايا تميزوا في الأناث في اللقايا الرياسة تميزوا في المفتوح اللقايا وتميزوا في المفتوح لذا أي ما عليه مو نعم الثنائي وتميزوا في الحول أي لحظة بزمول وجاو في دخل بزمول برايا احنا ما نذكر الذكور بقى نذكر الناث الحين اي بس والجدان الثاني انتوا اللي تقولون المكيالين شفت لك هذا المكيالين هذا المكيالين وفي المرموم تميزوا في كل الاسنان الا شوط الحول اخذته اللي هي شنداره ذروه السلام هذا ما في مشكله اي ما صار بعيد الا عند ابو راشد هي شوف خليني بقول لك شغله هي الدعوه هي شوف لا تقول لي صار بعيد ولا صار قريب هذه مؤسسات رياضيه لها مشجعين لها جمهور كمستوى غيرتوا المسار الريال يتخبر عن هجر الرياسه هل بتملك القوه ولا لا انا هذا وجهه نظري قلت له نعم تملك القوه لانها تملك الاعمار كلها لكن في اللي قال المؤسسات ما تملك الاعمار تملك المؤسسات الثانيه ما تملك الاعمار تملك 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 عاهات المؤسسات الثانيه تملك 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 تتكلم على القدره تملك وهذا شلون ما عندهم قدره لحظه اللي عنده قدره لحظه انا اشوف انا اقول انك مشجع الهجن الرياسه لا اسمع لا اسمع طيب بوذيب ولا ذي الكلام لكن اما تحكم من هجر الرياسة انها طيب بالتب والباقي لا ممكن ناخذ وجهات النظر الحين كل ما حد يتكلم في تدخل خلينا نسمع اراهم تكلم بالعاطفة احمد اعطني تقول بس تفضل اذا جينا على الجعدان صح الهجن الشحانية تميزوا في قطر وتميزوا هني زين زين لحظة 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 انت قلت اللقاية لحظة شوف دقيقة خلينا نكون واقعيين لا دقيقة علشان يفهم 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 غلط لحظة هو ترى يفهم غلط اللقاية ما قال ما حدد المفتوح انا يوم اقول اللقاية كان لا اشمل ذكور انا رمست المفتوح مفتوح تكلم على المفتوح لا حدد الاشواط يا اخواني حددوا الاشواط لا تكلم حدد الاشواط اربع رموز يا ريال حدد انت الشريط شغل الشريط لا طيب يا ابو ذيب خلينا نكمل النقطه اللي عندك كمل النقطه ابو ثابت حاول بشكل اسرع لان بيقاطع تميزوا هجن الشحانيه في قطر وفي المرموم طيب بالمفتوح في الاذاع اخذت هجن العاصفه اللي هو الفارس في الثنايا زين اشركوا معهم الشحانيه والعاصفه ما في الثنايا اخذها طيب الذيب هجن العاصفه وفي الزمول ترى اخذها ايش اسمه بعيد الرياسه ما نسبق لا نسبق في قطار ولا نسبق هني بعيد بن زيتون كفو مزعل شوف انا ابو ذيب شويه تحامل علي هجم علي هجوم انا لما قلت قال لي انت بتشجع انا اتكلم الحين بالارقام لا بس ارقامك ناقصه ابو احمد لا 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 شوف خلينا نقول ما حد كامل ما حد كامل والله لا مو محضر ما يا محضر على هالمحور لو خبرته قبل كان يا ارقام لا انا اتكلم شوف إذا يعني أنا أنت إذا قلت منو خذ اللقاية الناس يقولون على اللي خذ الشوط الأول مفتوح منو فاز باللقاية والقعدان ويش معليش ما محفوظ حقوقها لكنك إذا قلت لك لحظة منو سبق في اللقاية الليلة بتقول لي بن فاران في السبق لا بقول لك الليلة شوط البكار عنده بن فاران خلاص هو وشوط القعدان عنده مفتوح ما عليه يوم بتحسب هي في استثناء فاصل مع تويتر شو رايكم نقرا المسجات اللي وصلتنا من تويتر نقرا اللي منصوب اللي مو منصوب لا تقرا لا انا بقرا مسج لا انت عاد اجيبها بالذمه والضمير كلها لا انا بجيب اللي مكتوب يقول لك اقرا لي من صوبي معناته ما شيء من صوبه انا بقرا اول مسج من عبد الله بن ناصر المري نوجه له تحيه يقول انا اقول ان كلام بوذيب صحيح 100% تتعنز لك يا عبد الله والدليل ان اتحادات الهجن ما طبقته من زين كمل خلها يعني ما طبقت الرموز في مهرجان يعني وياكم اي نعم شو تردون عليه واحد هذا بعد هو انت بتاسس لك شاحنه نجيب لك تريلا لا كمل اراء موافقه لك كمل شوف عندي كذلك
محمد المنصوري كلام بوديب صح. ها بعد تعال نجلك المنصوري. في اسماء ما بطري اسماء، في اسماء ما بقول اسماء لان في نمات ما نقدر نقولها على على هو. مع ابو احمد الحين 2-1، مع ابو ذيب كذلك 3-1. والله انا اشوف اكثر اغلب المسجات مع ابو ذيب. الكلام الواقع انا اشوف اغلب الحين عندي معروف. في مسجات كثيره لكن اغلبها مع ابو ذيب. شو تقول ابو احمد؟ يستاهل استاهل خلاص. بس هاي وجهة نظر كنت لم دافع عنها. لا لا استاهل بس استسلم. ارجع ارجع لوجهة نظري. الناس ما تحكم. لا لا انت ما تحكم. نعم وهذا مش تقييم ترى، بس هذا اراء جمهور مش تقييم رئيسي. هذا شوف راي. لكن راي ابو ذيب مدعم، راي ابو ذيب مدعم باجراءات من الاتحاد. يا ابو يا 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 ابو خليفه، ابو خليفه احنا ما انا يوم طرحت رايي ما سويت استفتاء عشان حد يأيدني ولا يعارضني. هذا وجهة نظرية وانا قلتها ونحترمها والله. والشيوخ عندهم رايهم. نعم نعم. وعندهم قرارهم. نعم. ونحن نطالب هذا من اجل استمتاع. نحن نبغى نستانس. نعم. نستمتع. نعم. والله هم سبقوا هذا ولا سبقوا هذا ولا. نعم. سبقوا ترى كله في صالح الناس، ترى السابق والمسبوق وشيوخ الجميع كله في صالح. كلهم عازين. نعم. وكلهم غالين وكلهم نحن بالمتعة ترى والمنافسة. ترى اللي قد سبق تراه مسبوق. نعم. واللي مسبوق تراه قد سبق. واللي سابق اليوم بين سبق باكر فيهم. حالهم مثل حالنا. ما فيها كلام. بس نحن خلنا الحين الرص اللي جينا في 9 مهرجانات خليهم مضمرين مرتاحين. مضمرين ما يستمعوا إلا في 3 مهرجانات. كيف مرتاحين؟ مرتاحين 3 مهرجانات بس مسؤولية كبيرة عليهم. ونحن أول شيء مسؤولية. نحن عندنا مسؤولية. الضغط عندنا مسؤولية. أول شيء الضغط من المعارضين. لا لا لا. ضغط الجماهير. بعد أنت اللي حق تربيعك خان. لا 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 ما خان التعبير. بس كيف لا هم بعد مجهود كبير. لا 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 مجهود كبير ولا شيء. مجهود كبير طال عمرك على الشيوخ. الله طول عمرهم. هم اشتروا هم طال عمرك. هم عندهم الكفاءة والشيوخ يوفروا لهم كل شيء. نحن نبغيهم الرص مثل ما يجينا الرص مرة. ويباهم ابو احمد مواكبين. نعم لكل المهرجانات. نعم نبغيهم يعيشون الحفوز. الحفوز من شهر 11 يعيشون الحفوز عندنا. اخر سيف لابناء القبائل في المرموم كان بشعار من دري. نعم براقه براقه ولا كفو ولا كان بعد عليها الترشيحات بعد. احنا نذكر الترشيح ما يشل لا يا الترشيح لا شوف انا بقول لك شوف الترشيح ترى كل شعار له جمهور. صحيح صحيح. كل شعار من شعراء ابناء القبائل اترك عنك من غير ما تروك هجنة المؤسسات. فيوم تاخذ رمز وتاخذ سيف وانت ما انت في دائرة الترشيح تحسب لك. تحسب لك. نعم انا شو اسمها ابو احمد قال له سالم. نعم سالم 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 سالم. نعم. انا صراحه ايده وايد تصريحه الناريه ومن المعجبين به وبداه صراحه. يستاهل. واعجبني صراحه. لا التصريح قوي والفعل قوي. ما عليك زور. ويوم تاخذ رمز وانت انت مرشح انت في دائره الترشيح هذا يسمى اللي لخبط الاوراق. هنا هنا هنا, هنا الجداره. ترك يوم تاخذ برمز وانت مرشح لا ها؟ كان عين منك العرب. مش مرشح كان عين مش مرشح كشعار ولا لا. كناقه مش كناقه كاسم. الشعار له حضوره. لو غاب في سن ما غاب. لو غاب في سن ما غاب في السن في الاسنان الباقيه. صح. لكن مثل شعاره مثل شعاره مثل مياسة راعي صاغه خلت رماسة خلت والعصا في البطان. صدق يعني الاسماء هذه غير مخلله لأهلها. يوم تاخذ لك رمز والمرشح فلان وفلان مرشح ابن دري ومرشح ابو داود ومرشح ابو سلطان مرشح وفاز ابو خليفه. انا بخليك تفوز عليهم. وفاز ابو خليفه عليهم هم المرشحين. انت ما تبدا الترشيح ترى هذا حاله له ناموس. صحيح. صح. بس ترى اللي مرشحك مو بانه لا 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 لا, لا, لا. شوف على معطيات على معطيات لا, لا تلومه لا تلومه لا لا تلومه. انا بقول لك رشح ابو احمد ويسابق ولا ابو احمد ابو احمد لا انا بقول هذيله خلفات الظن ما عليه ما عليه. انا بقول خلفات الهقاوي. انا لو ما رشحتك مو بني معاديك ولا معادي شعارك. هذه القاعده نبي ننسفها. لازمها تنسف. عند العارف. عند العارف. لكن المشكله اللي غير عارف اني ما رشحت ابو احمد اني ضده. لا هذا القاعده لا ترسخ. لكن العارف يرشحون قام رشح اسم لا موجود. هذا مو محمد تنقيب. عيال عندي انا ابو سالم يوم يقول يا برشح يقول يا برشحهم كلهم. لحظة خايف من اللوم. أبي هذه وأبي هذه وأبيها كلها حصل. لا لا هو خايف من اللوم. لا لا مش بخبرك بطريقة. مثل براقة بن دري يمكن سالم بن دري ريال مضمر راعي الشبلة وخايض معارك كثيرة عند الله رحمه حياة زايد الشبلة ماخذه سيفين في مهرجانين.
يمكن سالم طعمك ناقته عاد انها يصير عليها براض وحاط في باله ان اول سيف يكون في الوثب المرموم انه يحاول انها الناقه تاخذ سيف. ويوم لقينا سالم ونومسنا له عقب فتره قال احنا بونا حاطين في هدفنا من بدايه الموسم الناقه تكون ذي في السيف ان شاء الله انها تشارك يا انها تاخذ انها ما تطلع من الثلاث. فكل مضمر عنده استراتيجيه وين يركض مطيته الحين ما بشرط انت رشحته ولا ما رشحته على خطه من اول الموسم. ابغى بعض الهجن بعض الشعارات من تفوقها يوم يجي يوم يشوفها في الكشف مثل شعار ابن غدير والله ابن غدير ما يحط ناقه الا انها بتفعل صح خلاص يشرها بالبنان حتى لو انه مو بعرف الاسم مو بعرف الاسم بس شفت شعار ابن غدير خلاص بقول الو مرغم الو شفت الناس لا الناس لا الناس لا على القوة لكن بس على القوة تكلم عن شعار الشعار أقولك بعض الناس أنا ما أحكي ما أخذ السنة هذه من ثمان سيوف ست رموز ست من ثمانية ستة من ثمانية يعني شعار أنا أقولك شنو أقولك أقولك الحضور 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 القوي ها خلاص يندمج المشاهد معه. سمعت أنت ابن خيره العام يوم خذ الرمز كيف كلامه ثنايا إيه كيف كلام 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 صح كلام رجال عاق صح قالوا هناك برا الجماعة ما رشحوه قالوا كيف قالهم ناقتي ما ظهرت بالصورة لتخلي الناس يرشحون إيه نعم هالحين قبل يرشحون العاقل خصيم نفسه هالحين قبل يرشحون هالحين ظهرت بالصورة شوف الرجال ما قال لا ما تشوف الترسيح الترسيح على فعل إيه نعم قال ناقتي ما ظهرت بالصورة والنور ما يغط للترشح النور الطيبة ما تغط سهامها صح تشار لها بالحضور حتى لو ما ترشحها لكن يشار لها والفعل مبطل لسنة. لكن انا اقول لك يوم تاخذ رمز وانت ما انت مرشح ترى المطيه اللي مرشحه وخذت الرمز كل خلق الله طرح لها العصي حتى المنافسين اللي معها طرح لها العصي لكن تاخذ لك رمز وانت ما انت في دائره الترشيح انا اعتبره ناموس الحاله اسمه ملخبط الاوراق صحيح هذا ناموس العام صح خلونا نشوف جدول المشاركة في مهرجان السيد سمو ولي عهد دبي السيد سمو الشيخ حمدان. البداية ستكون من يوم غد مع تحديات سن الحقائق في الفترة المسائية ومن بعد غد ستكون الانطلاقة الرسمية لأشواط الرموز وبنبدأ كذلك تحديات هذه الأشواط. مبارك انطلاقة يوم غد الفترة المسائية مع 20 أو 30 شوط عفوا الفترة المسائية لهجن أصحاب أبناء القبائل وستكون الأعين كلها متجهة إلى ميدان مرموم. صحيح أبو خليفة نحن من يوم الغد بنعيش الإثارة والمنافسات الجادة في هذا المهرجان لمدة 10 أيام من يوم السبت الغد تاريخ 8 إلى تاريخ 18 فكل الأيام بتكون بها منافسة وإثارة من سن الحقائق لسن الحول غدا الانطلاق الفترة المسائية لسن الحقائق واليوم الثاني أيضا بيكون لسن الحقائق فكثرة الأشواط اللي الله يطول عمر أبو راشد أتاحها للمشاركين فالأشواط كثرة للمنتجين ولأيضا المشترين وكل الأشواط التي أتيحت للمشاركين والفرص أيضا الموجودة في الميدان وفي هذا المهرجان اللي غالي على قلوب الجميع مغالات رعية أبو راشد الله يطول عمره فالجوائز الحاضرة والرموز والجوائز القيمة والمبالغ الباهظة فالله يطول عمر أبو راشد دائما تأتي جوائز هذا المهرجان مغرية لجميع المشاركين وهذا الحرص اللي يحرصه راعي المطية أن يشارك في هذا المهرجان بالشور الموجودة والمشتريات فلا غرابة من أبو راشد الله يطول عمره فالمشاركين يحرصون على المشاركة في هذا المهرجان ويعدون العدة من سنة كاملة للمشاركة في هذا المهرجان. نعم أبو خليفة الله يطول عمر الشيخ حمدان باكر 30 شوط احنا يعني في نقطة يمكن الاخوان بعد يأيدون عليها ويتكلمون فيها اللي هي الحين احنا ركاب عندنا مثبتات في جائزة زايد الكبرى في اشواط الرموز واللي هن مثبتات في مهرجان الذيل هذا الركاب لو يستثنون هن مليئة انا وجهة نظري انه يكون افضل يعني انت عندك مطايا اليوم مشبهات في جائزة زايد الكبرى ومشبهات خصوصا في السن الكبير الثنايا والحول معروفات يعني طيب مركز شو السبب ان في كل مهرجان يشبهونها في كل مهرجان شو رايك ابو احمد وانا انت معاه ولا لا انا ايده تأييد كامل في الموضوع هذا الحين بنتكلم عن السن مثلا الحين مطيه كذا حايل ولا ثنيه ولا يذعه معروفه نتكلم معروفه ومركبه في كل ميادين واذا ما شرايه واذا ما شرايه والحين شريحه حتى تدفع لها واذا الناس يعرفونهم بالشكل الحين مره لا تدير الشريحه خاصه في اشواط الحين تجيب لك انا بعطيك مثال
أنا بعدك يعني اللجان, اللجان بيتعبون أعمارهم بيسوون لجان يا أخي ترى اللجان اسمعني ترى اللجان بشر ترام يخطون ويصيبون ومو دائما على صواب صحيح. نحن ليش نتكلم دائما لما نشوف الشيء مو بصح والشيوخ كلهم يقولون والله أن الشيخ حمدان الله يحفظه والشيخ سلطان بن حمدان شوف والله العظيم أنهم كلهم قد قالوا علي بال بال من من يعني ألسنتهم على على إذني إذا هم تلاحظتوا شيء مو بصح خبرونا ترانا نحن نبغي الصح نحن نبغي الشيء الأفضل صحيح. لكم موضوع الريال اللي أثاره الريال هذا ذا الحين في موضوع التشبيه والله العظيم أنه أذية وأنه مرض أنا بعطيك مثال أنا عندي بكرة سبوق العام وجبت الكاس وكانت عقب وعكة وتو ما صدقت أنها صحت وكذا بخير وجبت الكاس أركضتها في أبوظبي وخذت سيارة وجبت الكاس يوم سرحنا العام هنا جبناها من الصبح من الساعة 7 وهي في مكان التشبيه والله أنها ميت اللعم عشاها والله هي ليلة غد أنها تسعد لأنها اعتفسان الحول والثنايا قعدان وبكار 8 أشواط شوف حسبهن حوالي طال عمرك 400 ولا 350 مطية هذه على رقبة هذه نعم. شوف والله ما ركضت أني خسرت موسم كامل شوف أنا واحد وغيري 100 أنا أتكلم عن نفسي كمثال يا أخي الناقة اللي معروفة الناقة اللي مركبة الناقة اللي لها في كل ميدان وشري حتى تثبتها يا أخي ليش تزرزرني وتحطني أنا وياها ولا تجبرني على تحفيز في مكان ولا أحملها في وقت أنا ما أبغي أحملها فيه يا أخي أنا أبغى أجيبها عمر كافها أبغى أجيبها نهار تحفيزها أبغى أجيبها نهار كل واحد الخطة تراها الناس في ركضهم بحلالهم أنت أنا طارت عن بالي وأنا كنت بتكلم فيها لكن نسيتها لكن ذكرني فيها ونحن نطالب أصحاب القرار وهم عيونهم دائما علينا في مصلحتنا يحبوا يعني هم مسعاهم لمصلحتنا مو هو لمضرتنا لا نحن هذا الشيء نشوفه مو في الصالح خاصة كبيرة السن معروفة ترى معروفات الحلال كلهن يا من 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 الجلعه فوق معروفات يا رجال معروفات والله العظيم يا الحلال العام انهن ينعم عشاهن الساعة 2 من مسرحهن الساعة 7 صدق انا من الساعة 7 وانا نعطنا الساعة 2 ليش يا اخي الناقه مو معروفه يا اخي تراكب الحلبه بتشوفها وترى جهازك في يدك والناقه هذه معروفه يا اخي ما بيدخرني ابو ذيب اذا انا سبقته بناقه مغير شريحتها بقول له وقف الرجال هذا هذا الناقه انا اعرفها هذا الناقه مو بناقته واذا ما عرف ابو ذيب يعرفونها مية غيره نعم نعم وما حد يعني انت اذا عندك تبغي دقه الدقه بطريقه اذا تبغي الدقه الدقه بطريقه غير هذا نعم نعم هذه طريقه غير هذه هذه مضره ابو سيف يعني بس فين بس في نقطه بس في نقطه احمد قال كيف اذا غيرت شريحتها كيف تتغير الشريحه تتغير الشريحه يعني انت تبغينا نتكلم نحن نتكلم على الهواء الشرايح شو اللي سبب المايست الشرايح تتغير الشريحه وتنحط شريحه غيرها ينقزها ويحط ويحط شريحه غيرها لكن انا مثلا اللي بترك مثلا مثلا تتكلم عن براقه تتكلم عن براقه مثلا الحين براقه ماخذ السيف ها وين تبغي شريحه تشخص وين تبغي وين ناقه مثل براقه و200 مثلها معروفات مخذات سيوف ورموز وين تبقي صالحه وين ليش تسرح ليش تسرح ناقه ما هذا رموز الحين ما تعرفه بتعرفه بالحلبه ترى ترى من لجانك موجود يا اخي قل لي تعال قدام ساعه التحضير اذا مركب الساعه 2 قل لي الساعه 12 دعس بيبها لك وبتشوفها واللجان مشتركه ترى نعم ما فيها كلام ما حد بيدخل حد شوف هذا اللي نحن نطالب فيه وجزاهم الله خير أظن بسلطان أنت مش مؤيد إنك طلق قالها أبو أحمد. لا أنا من مؤيدينها. أنا أقول طعمك البوش يثبت ترى شو بقول بعدنا أول اجتماع الكبرى. نعم. أنا أقول اللي تثبت في الكبرى وينتهي أمرها خلاص. صحيح. يشدها الموسم. يعني الكبار ما يحتاج تشبيه. يسد تشبيه واحد. في الحقائق. مرة واحدة في الموسم. حقائق اللقاية برأيكم. من اللي ذاع فوق. من اللي ذاع فوق أنا أقول إنه ما يحتاج. ما يحتاج. معروفة. خلاص. ما يحتاج مرة ما يحتاج. خاصة اللي بيناسب أشواط الرموز. ونحن نبغيه يبدأ وإذا بدأت الخطوة تراهم الكل بيتفقون. نبدأ من المهرجان هذا. ونحن هذا نداء ونوجهه للجان المنظمة وعلى رأسهم الشيخ حمدان محمد. مرة. الله يطول عمره. الله يطول عمره. ونحن وصلنا ختام هذه الحلقة. شكرا لكم إخواني. أبو خليفة قبل ما تختم. أهم فرصة أبو أحمد موجود أبو ذيب قصائد قديمة كانت ما بين أبو أحمد وأبو ذيب وهذه فرصة
انهم اليوم ملتقين والله، واذا هم يذكرونها نحن نبغى نسمع قصايد قديمه ما نعرف يذكرونها ولا لا. انا ابغى بعد خطونا بشراع ميدافن. انا ابغى عندي كم بيت وقصيده قديمه كل يوم عندنا. نعم انا ابغى اهدي الشيخ حمدان محمد. يستاهل يستاهل. وهي قصيده من القصايد المقربه والمحببه عنده. قصيدك زين. كم بيت هي مش طويله لكن ما قل دل. نعم. والشيخ حمدان لو بتقول انت معلقه ما توفي حقه. يستاهل يقول طال عمرك سريت بفكر من قطع النظير وهو من شده اعجابه سرابي خطير الشعر والشاعر خطير. نعم خطير الشعر والشاعر خطير مخضرم ينتقي در الحصابي بسمو الشيخ حمدان الامير امير قلوب منصه للركابي خلقها الله غير وياك غير فلا والله تقول الا اصحابي. بسمو الشيخ حمدان الامير امير قلوب منصه للركابي خلقها الله غير وياك غير فلا والله تقول الا اصحابي. صغير السن لكنه كبير كبير العرف مسمي الجنابي فعوله جاوزت سنه كثير وكيفها على سن الشبابي بهجن وخيل وشعارا وطير وعلم ما تعلمها بكتابي تعود عن نصر عاده صغير طموح نظرته فوق السحابي. تعود عن نصر عاده صغير طموح نظرته فوق السحابي مع ثاني المراكز كالأخير شباب شب على الأول وشابي. يا سلام. تعود عن نصر عاده صغير طموح نظرته فوق السحابي مع ثاني المراكز كالأخير شباب شب على الأول وشابي وعن التوفير له طرف ضرير كريم كن ماله مترابي عطاياها تسابق على الفقير وعلى الايتام اللي فيهم ثوابي. الله الله لسانك يا ابو احمد والله في وراك بيض الله وجهك ويهك ابيض صح الله لسانك. ما اعرف هاي قصيده يلسه مرة عقب العود قعود هو يبي يسر ترى ترى ابو مبارك بعد طلب قصيده منها قصايد بينهم كانت قديمه بينكم مجاراه في في قصايد بيني يا ريا ما يحافظ لا والله ما يحافظ ما احداث عندك بوذيب والله اني ما ادري يمكن قصيدي الكتابه يمكن موجود لكن انا جاي لا لا هي اول قصيده استوت بيني وبين بوذيب في مهرجان السحانية صحيح؟ نعم نعم. ختامي كان ها؟ كان الختام نعم. والشرارة الأولى من الأولى. فيها يمكن شيء ما يعرفونه ترى الرجال هذا أخ وصديق. الله يسلم من سنين طول عمرك يا أبو أحمد. نعم. وأنت والله أخو كذلك. تشوف الرجال. زين شو تحفظ؟ شيء تحفظ منك قصيدة؟ لا والله ما أحفظ يا رجال. ليه تحفظ منها؟ لا هو يحفظ. هو يحفظ قصيدة في الشيوخ والقصيدة اللي بيني وبينه ناسيها. الله نشكركم على هذا التواجد. الله يسلمك الله يسلمك. ونتمنى لكم دائما خاصة شعار سعيد بن دري وسالم بن دري الله يعزك. في حلقة الشعار احنا ما نوازيها مرة لا نبغي له حضور ثاني بعد. نعم نحن طالبين منه بعد حضور ثاني ان شاء الله. والله طال عمرك شوف قبل شوط السيف. ما الله ما يندرابي. شوف هذا شوف مهرجان هذا يحمل اسم شخص غالي عليه وعليكم كلكم وعلى الناس كلها صح. فاي شيء بيكون في واجب الشيخ حمدان انا حاضر فيه. الله يسلمك. شكرا لكم اخواني وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج الاصايل. نلقاكم يوم غد تمام الساعه 8 مساء مع تحديات جديده ومع كذلك اشواط مثيره وممتعه والانطلاقه ستكون تمام الساعه 2 بعد الظهر هنا في ميدان المرموم. تحياتي وتحيات طاقم العمل مع السلامه.